طيب دكتور عبير، احنا اتكلمنا خلال 2018 وعملنا سلاسل كتير اتكلمنا فيها عنك معاكي، وبصراحه كان في جدل ما بين الجمهور عليها. يعني يمكن كان بقى لنا 3 سنين كنا نقول طب ناجل الموضوع ده، طب نعم، خليه الموضوعات الاسبوع اللي بعده، كتير مؤجله، لسه كان المؤجل لسه في كتير. تقيل جاي. شايفه في موضوعات معينه ومحدده انت كعبير طلعت ودكتوره نفسيه شايفه ان يعني انا اتكلمت فيها وكان لازم اتكلم فيها من زمان؟ نعم طبعا، يعني من على ابرز الموضوعات دي، ويمكن احنا دخلنا مع بعض في موضوع الجدل دوت، وقد ايه ان الاستشارات النفسيه كلها فعلا مركزه في جوانب معينه نتيجه الحاله من الضغوط النفسيه والصدمات اللي بتمارس ضد الشعب المصري بشكل يعني ممنهج وبشكل متعمد. فهذه الضغوط ادت للتنفيس احيانا كثيره في انحرافات. فلذلك احنا لما فتحنا ملف الانحرافات الاخلاقيه والانحرافات الجنسيه، كانت من الحاجات اللي ازاي وقناه لها توجه اسلامي ازاي يا جماعه تتكلموا في الحاجات دي؟ محجبات المتدينين، هو دي حاجه برضو يعني عيب ما يصحش. طب احنا كل يعني تقريبا معظم الاستشارات اللي بتجينا كلها في هذا الاطار. اذا احنا بنلمس فجوه في المجتمع او مشكله فيها سائده ولو كانت بنسبه صغيره، ان كان الواحد في المية دي نسبه كبيره، وال10% وال20%، وان كنا بنقول ان مرض السكر نسبته في العالم 20%، فالانحرافات يعني الابحاث يعني اثبتت انها حوالي من 10% ل 15%، فده برضو عدد ضخم جدا يقرب مرض السكري اللي هو حاجة منتشرة جدا جدا. فيستحق مننا الاهتمام. الجيل اللي جاي بالنسبة لنا هدف كبير قوي، ان هو يعني يطلع جيل سوي بشكل نفسي. طب احنا ازاي هنعلمه السوية النفسية وهو عنده مشاكل نفسية، عنده أمراض نفسية، عنده انحرافات نفسية؟ فعلاج ده من الحاجات المهمة جدا جدا. بالظبط، يعني قابلنا شوية انتقادات مع بعض، قابلنا حبة حاجات كده ما ينفعش وما يصحش، والدكتورة المحجبة